تقصد مغادرة البلاد هذا الأسبوع ليفكر بعيدا وبهدوء في التعقيدات التي طرأت إثر كلام النائب جنبلاط، معتبرا أن أي فترة قد يأخذها المرء ليفكر بعيدا تصح فيها عبارة اعتكاف، ومؤكدا أن الحريري وعد الرئيس ميشيل سليمان قبيل مغادرته بألا تكون فترة اعتكافه طويلة. علوش، وفي حديث إلى مجلة المسيرة ينشر هذا الأسبوع، أعلن أن النائب جنبلاط أخذ قرارات جذرية وانتقل في شكل كامل إلى المعسكر السوري، وأضاف كانت المبررات ممكنة في الأسابيع السابقة حين كان جنبلاط يضرب على الحافر حينا وعلى المسمار أحيانا، أما بعد مؤتمر البوريفاج ورمزية المكان ومضمون الكلام فإن إمكان الاستمرار في إيجاد المبررات بات معدوما. علوش لم يستبعد أن تصبح الأكثرية أقلية، لافتا إلى أن الرئيس المكلف سيقوم ببعض الحراك في اتجاه فتح قنوات حوار مع من سبق وترك 14 أذار، وإذا لم ينجح فالاقتراح السائد في تيار المستقبل فهو أن يعتذر. وإذ تحدث القيادي في المستقبل عن تعرض جنبلاط لحملة ابتزاز داخلية من محيطه وخارجية من النظام السوري أوصلته إلى الإذلال، اعتبر أن ما قاله لا يمكن أن يصدر عن رجل حر. أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن مواقف جنبلاط قد تعيد هيكلة التصور الحكومي وليس الصيغة، وأشار فتفت إلى أن بيان تيار المستقبل لا يحتاج إلى توضيح، فهو كثير الوضوح من كل النواحي وبالتحديد لجهة تفهم موقف جنبلاط من سعيه للمصالحة الشيعية الدرزية من دون أن تكون على حساب من كانوا أوفياء وصادقين في علاقاتهم السياسية معه. وأضاف فتفت إننا نتفهم سعي جنبلاط إلى مصالحة سوريا من مفهومه السياسي، إنما هناك إرادة الشعب اللبناني وإرادة الناخبين الذين انتخبوا المشروع السياسي لقوى 14 أذار. المطارنة الموارنة أسفوا بعد اجتماعهم الدوري للإطالة في تأليف حكومة يحتاج إليها البلد، وأعلنوا أن لبنان تعب من تدخل المتدخلين في شؤونه وآن لأبنائه أن يحزموا أمرهم. قضيتان أساسيتان ركز عليهما البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة الذي انعقد في الدمام برئاسة البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس الصفير. الأولى التأخر في تشكيل الحكومة مع ما يحمله ذلك من بطء في معالجة القضايا الحياتية، والثانية التنويه بالمساعي الآيلة للمصالحات اللبنانية عموما والمارونية خصوصا. أسف الأباء للإطالة التي أصابت تأليف الحكومة، والبلد في أمس الحاجة إلى حكومة تنهض بمسؤولياتها تجاه المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار وضع البلد وتعمل على تثبيت أبنائه فيه فتوفر لهم أسباب عيش كريم ينصرفون في ظله إلى ما فيه ازدهاره ورفاهية أبنائه. 2. لقد تعب لبنان من تدخل المتدخلين في شؤونه، وآن له ولأبنائه أن يحزموا أمرهم ويعملوا على إعلاء شأنه مع المحافظة على ما يشدهم إلى جيرانهم وأصدقائهم من روابط ألفة وصداقة وتعاون مخلص. ينوه الآباء بمساعي الرابطة المارونية الهادفة إلى تحقيق المصالحات داخل البيت اللبناني بشكل عام والماروني بشكل خاص، وإلى تخطي رواسب الماضي والتطلع نحو المستقبل، ويتمنون لهذه المساعي أن تستكمل وتصيب المزيد من النجاح. كما حي الأباء إقبال اللبنانيين من مختلف البلدان للاستياف في ربوع بلدهم، معتبرين ذلك مؤشر خير وعافية، آملين أن يزيدهم ذلك تعلقا بوطنهم، ودعوا كذلك أبنائهم المؤمنين للاستعداد للاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء الذي هو من الأعياد المسيحية الكبرى. وزير الخارجية الإسرائيلية فيكتور ليبرمان في الغجر محاولا فهم ما سماه الموقف المعقد على الأرض، ومؤكدا أن أي اتفاق حولها وحول مزارع شبعة سيضمن أمن إسرائيل أولا. لم تحسم الحكومة الإسرائيلية بعد قرارها المتعلق بمصير الجزء الشمالي من بلدة الغجر والذي يقع وفق ترسيم الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ضمن الأراضي اللبنانية، وقد أعاد الجيش الإسرائيلي احتلال هذا الجزء في خلال حرب تموز 2006 ولم ينسحب منه بعد رغم المطالبة اللبنانية ومطالبة الأمم المتحدة في إطار تنفيذ القرار 1701. وزير الخارجية الإسرائيلية فيكتور ليبرمان تفقد هذه البلدة مطلعا على الواقع الراهن ومستمعا إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في
انتحار انسحب الجيش الإسرائيلي، إلا أنه لم يصل إلى أي نتيجة أمام هذا الواقع المعقد. وما يطرح من طروحات لحل هذه المشكلة ولا سيما من قبل الأمم المتحدة، إلا أن ليبرمان وضع في أولويات أي حل أمن إسرائيل. Make any conclusions before I know exactly what is all details and what the situation. الضمانات الأمنية ليست وحدها العقدة التي تواجه القرار الإسرائيلي، فقد سمع ليبرمان في خلال جولته في هذه القرية معارضة واضحة من سكانها لتقسيمها إلى شطرين وإلحاق شطرها الشمالي بالسيادة اللبنانية، وقال هؤلاء السكان إنهم راضون عن وضعهم الراهن وأنهم لم يكونوا يوما لبنانيين بل هم من السوريين. احنا ولا مره كنا تابعين للبنان، ما منوافق كمان مره يجي اسمه القريه الواحده ويفرقوا بين العائلات، ما بنرضى انه يبعدوا الابن عن ابنه، ما بنرضى نكون لاجئين بلبنان. قرية الغجر احتلتها إسرائيل في العام 1967 عندما احتلت الجولان السوري، وسكانها من المسلمين العلويين، والقرار في شأنها ستتخذه الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة.